لغز قديم وحقيقة عجيبة ورواية لم تروى. إذا سألك أحد عن أكبر أسرار الأرض القديمة فقل له أشجار السماء العملاقة، فإن كان باحثاً عن الحق سيطلب بمعرفة المزيد، وإلا لا تروي ألغاز الأرض الأولى على مسامع البسطاء. كيف لأشجار أن تكون واحدة من أكبر ألغاز الأرض القديمة؟ قد يسأل سائل بحيرة. إذا حررت عقلك من نهج التلقي والبرمجة إلى فكر التفكر والمنطق، سترى أشياء وتعلم بأمور لم يراها إلا القليل من البشر. أهلا بكم في سر ميسا القديم. سنكشف لكم في هذا الوثائقي لغزا أعمق من لغز شوميسان وأكبر من جبل نومير العظيم، لغز أشجار عملاقة وصلت في يوم ما إلى عنان السماء واشتثت من فوق الأرض بشكل غريب وتركت جذوعا متحجرة بعرض 500 من الأمتار. ما هي قصة الجبال المقطوعة في أراضي وايمينغ؟ وما هي حقيقة برج الشيطان في أمريكا؟ لماذا يرفض العالم اليوم الاعتراف بعصر العمالقة الذين وصفهم الله بجذوع النخل؟ وما علاقتهم بالأشجار العملاقة؟ بل ما هي قصة الأوتاد الحقيقية التي أخفيت لسنوات طويلة؟ كل هذا وأكثر سنناقشه معكم لنصل الخيوط ببعضها ونروي لكم حقيقة أشجار السماء، قصة العالم الذي لم تراه من قبل. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان طول آدم 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا. وفي رواية: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. نعلم من هذا الحديث الشريف أن الله جل في علاه أطلعنا على بعض الغيب على لسان من ارتضى من رسله، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من أخبر عن الخلق منذ البداية وحتى دخول الناس في منازلهم في الآخرة. وهذا يدلنا والله أعلم أن آدم كان بطول يتجاوز 30 مترا أو يزيد، وبعرض 3 إلى 4 أمتار، أي أن الأولين كانوا عمالقة في الحجم. وذكر الله قوم عاد وشبههم بعد هلاكهم بأعجاز النخل الخاوية لطولهم وعظم خلقهم. فنصل من هذه الدراسة الأولية من القرآن والسنة إلى استنتاج مفاده أن الأرض قديما كانت مهيئة للإنسان بحجمه الأولي قبل أن ينقص عبر السنين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المدخل سيعطينا الخيط الأول لحقيقة جبل ميسا وقصة الأشجار العملاقة. في مناطق محدودة من غرب سيرا نيفادا بكاليفورنيا توجد أكبر الأشجار في العالم المسجلة حتى الآن، وتعرف باسم السيكويا العملاقة، ويعود تاريخ وجودها على الأرض إلى ما يزيد عن 2500 عام، أي أنها أقدم من عمر البارثينون اليوناني القديم، يتجاوز ارتفاعها 115 مترا أي ما يعادل 32 طابقا، ويصل قطر بعضها إلى 9 أمتار، وجميعها من فصيلة أشجار السرو. كانت تلك الأشجار متواجدة في أكثر مناطق وغابات العالم القديم، ولكن تم التخلص منها وخصوصا في بدايات القرن الماضي، فاشتثت من فوق الأرض لأسباب مجهولة، وما تزال هذه الأشجار تنمو طولا وعرضا. والغريب في الأمر أن غابات ساحل كاليفورنيا المطيرة ما يزال جزء منه غير متوفر للعامة إلى الآن، معللين ذلك بأنه مكان مظلم وصعب الاستكشاف. ولكن هل تصدق هذا الكلام؟ في تلك المنطقة المظلمة وجدت شجرة هايبريون، أطول شجرة في العالم الآن، بطول يتعدى 115 مترا. ووفقا لدراسة أمريكية قديمة تبين أن هذه الكائنات الحية لم تكن إلا أحفادا لأشجار الأرض الأولى، أشجار السماء العملاقة.
في وسط براري ولاية وايمينغ شمال شرق الولايات المتحدة، يقع وتد متحجر على شكل الجذع المقطوع، يبلغ طوله 386 متراً، متربعاً فوق نهر بيلفروش الذي تلفه الأساطير القديمة. تم اكتشافه لأول مرة عام 1875 من خلال رحلة العقيد ريتشارد دوج، وأطلق عليه ببرج الشيطان. وهذا الوتد المقطوع هو مكان مقدس عند سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر. تروي أساطير قبيلتي كيوا ولاكوتا أن مجموعة من الفتيات خرجن للعب وتم رصدهن من قبل دببة عملاقة، وفي محاولة للهروب من الدببة صعدت الفتيات فوق صخرة ميسا وصلوا إلى الله لإنقاذهن، فسمعت صلواتهم وارتفعت الصخرة العظيمة من الأرض نحو السماء حتى لا تتمكن الدببة من الوصول إليهن. فحاولت الدببة تسلق الصخور ولكنها فشلت وتركت علامات مخالبها على الجانبين، وعندما وصلت الفتيات إلى السماء تحولوا إلى نجوم الثريا. هذه القصة الخيالية يؤمن بها سكان أمريكا الأصليين إلى الآن، لذلك هم يقدسون هذا الجبل ويعظمونه. فشكل هذا البرج الهندسي دفع الإنسان إلى الحيرة، والحيرة دفعته للبحث، وأما البحث أوصلنا إلى نتائج غير مسبوقة. تقول الدراسة العلمية أن هذا الجبل تشكل نتيجة اندفاع الحمم البركانية على سفحه وبرودها، وأنه مع مرور الوقت وفقاً لمبدأ التفتت والتعرية شكل هذا الشكل السداسي على جوانبه. ولكن مهلاً، كيف لعلماء الجيولوجيا أن يقدموا هذا التفسير الغير منطقي؟ فكيف لحمم بركانية منصهرة أن تتشكل بصورة هندسية وكأنما صبت في قوالب خاصة؟ فنحن نعلم أن الحمم البركانية تتشكل بشكل عشوائي بشكل دائم. إذن هذا ليس تحليلاً علمياً، بل مجرد تعمية عن حقيقة لم تروى. قبل أن نبدأ الكلام ونقول أن حقيقة الجبل المبتور هو شجرة السماء العملاقة، لا بد من تقديم الأدلة والبراهين للعقول الحرة. في شمال شرق أريزونا توجد محمية غريبة تسمى الحديقة الوطنية للأشجار المتحجرة. هذه الأشجار كانت حفريات خشبية تحولت وتحجرت بمرور الوقت إلى أحجار ثمينة ونادرة. وهنا نصدم بلغز أكبر، كيف لجذوع خشبية أن تتحول إلى أحجار ثمينة؟ تدعي الأبحاث الجيولوجية الأمريكية أن هذه الجذوع المتحجرة تعود لأشجار السيكويا التي تم قطعها في العصور القديمة، فتحجرت بمرور الوقت بفض بعض التفاعلات البيئية الخاصة المتعلقة بظروف المكان. ولكن جمعية مستقلة نشرت دراسة خاصة تقول أن حفريات تلك الأخشاب المتحجرة ليست جذوعاً أو سوقاً، بل هي مجرد فروع لأشجار عملاقة في عصور الأرض الأولى، وأن هذا التحول قد يستغرق مدة أكثر من 50,000 عاماً. وطرحت نظرية قوية تفيد أن برج الشيطان ما هو إلا ساق لشجرة عملاقة من أشجار السماء، وتسمية أشجار السماء بسبب طولها المرعب، وقد أطلق عليها الإسبان اسم ميسا لأنها شبيهة بالطاولة الدائرية. أن التفسير العلمي لتشكل هذه الجبال بواسطة البلاكوليت أو ما يعرف بالحمم البركانية ما هو إلا فضيحة علمية وليست نظرية. بالنظر إلى هذا الوتد الحجري عن كثب نلاحظ شكلاً هندسياً دقيقاً من ألياف سداسية عملاقة، وهو ما يطابق للب جذوع الشجر. والبنية السداسية هو تكوين أساسي في الكثير من خلق الله من نباتات وعروش وسقف محفوظ. بالنظر إلى مقطع عرضي لجذع شجر الكتان نلاحظ في منتصف هذا البنيان تكوين هندسي سداسي، فإذا أزلنا اللحاء والبنية الداخلية نحصل على شكل مطابق تماماً لوتد ميسا،
حيث الألياف السداسية المتحجرة فيه مشابهة بل مطابقة لألياف شجر الكتان. ومما يدل على ذلك أكثر أن القطع السداسية المتحجرة في برج الشيطان ليست متلاصقة مع بعضها البعض، بل مستقلة ومصفوفة بشكل هندسي دقيق. وبالنظر إلى البرج من الأسفل نراه ممتدا ومنحنيا على شكل جذع شجرة مغروسة في قلب الأرض القديمة. ومن الأمور التي تؤكد أن هذا الوتد المبتور ما هو إلا شجرة عملاقة متحجرة، وجود غشاء متحجر يلتف على الألياف نفسها، وهو نفس التكوين في ألياف الأشجار. ولكن السؤال المطروح هنا، بما أن قطر هذا الجذع 300 متراً، فما هو حجم الشجرة الفعلي؟ من خلال معادلة حسابية بسيطة نقوم بضرب عرض القطر بالرقم 20، فيكون الناتج 6000 متر، أي أن طول الشجرة الفعلي يبلغ 6 كيلومترات في السماء. قد يسأل سائل، من قام بقطع تلك الشجرة العملاقة بهذا الشكل المستوي وكأنها اجتثت بمنشار خشب عملاق فشكلت هذه القاعدة المستديرة؟ أشجار السماء العملاقة ليست مقتصرة في أمريكا فقط، ففي إيرلندا يوجد طريق قديم يعرف محليا باسم طريق العمالقة، تظهر أرضه على شكل رقعة حجرية على شكل السداسيات، أي بنفس شكل الألياف السابقة، مما يعني أنها تابعة لأحد أشجار السماء العملاقة القديمة. وبالقرب من البحر نجد حفريات حجرية مطابقة لشكل الألياف المتحجرة ومكونة من 40,000 عامود. بالعودة للتحليل العلمي الذي يعطى كمخدر للعقول الغير مستعملة، فسر تشكل هذا الشكل الهندسي الدقيق من صدفة ناتجة عن ثوران بركاني. والأغرب من هذا التحليل هو من صدق هذا الكلام. من المعروف أن الحمم البركانية ليست مصنعاً هندسياً لإنتاج الأعمدة الهندسية بهذه الأشكال. شاهد كيف تتشكل الحمم البركانية وقارنها بشكل تلك الأوتاد الخشبية المتحجرة. هل من الممكن للحمم البركانية أن تشكل ذلك؟ إذا قلت نعم، سأقول لك ببساطة إن الحمم البركانية شكلت أيضاً طائرات البوينغ وملاعب الرياضة الفاخرة. أشجار السماء العملاقة كانت منتشرة في أغلب بقاع العالم القديم، فتظهر في أستراليا العديد من الجذوع المبتورة على شكل جبال ذات قمم مستوية، وأيضا في إيطاليا وكندا وناميمبيا وقحال الأرجنتين وبراري إفريقيا العظيمة. ولكن الضوء يسلط باستمرار على الولايات المتحدة فقط لإقناع الناس بأنها صدفة تشكلت من حمم بركانية ذكية ذات مصانع وأدوات ومجموعة من القصص التي تسكت بها عقول البسطاء. يوجد في فنزويلا معلم أثري كبير لهذه الجذوع الخشبية المتحجرة، تظهر بشكل جلي ومطابق لجذوع الشجر المقطوع. وبتطبيق المعادلات الحسابية نجد أن هذه الأشجار وصلت قديما لطول 10 كيلومترات في السماء. فمن الذي قطعها وكيف ولماذا قطعت؟ أسئلة كثيرة وكثيرة تدخل في أعماق التاريخ المجهول، والذي قد يمتد إلى عصر ما قبل عصر البشر في الأرض. إذا افترضنا أن البشر في العهد الأول وبداية العهد الثاني وراء قطع هذه الأشجار، وبما أن بعضهم كان يفوق 30 مترا طولا، نجد أن هذه الفرضية ضعيفة، فحتى 30 مترا من الطول لا يعني شيئا أمام أشجار يصل طولها بين 6000 إلى 10000 من الأمتار. وأيضا قطع تلك الأشجار العملاقة يتطلب أدوات عظيمة ومتطورة. وأما إذا فرضنا أن تلك الأشجار قطعت قبل عصر البشر من قبل معشر الجن والمخلوقات الأولى التي سكنت الأرض قديما، فلا يوجد أي دليل أو أثر يؤكد ذلك من عدمه. ومن الممكن أن قطع هذه الأشجار قد تم بأمر من الله جل شأنه لغرض يعلمه وحده،
فحقيقة أشجار السماء العملاقة من الغيبيات التي يعلمها الله وحده. يجب الإشارة أنه لسبب غريب تم قطع معظم أشجار السيكويا العملاقة في بداية القرن العشرين وبطريقة ممنهجة ووحشية في عصر ترافق معه دراسة جيولوجيا الأرض. فهنالك رابطا بين قطع أشجار السماء العملاقة في العصر القديم وقطع أشجار السيكويا الضخمة في العصر الحديث، وقد يكون ما وقع حديثا مفسرا للسبب الأول. وفي الختام يجب أن تعلم أن هناك محاولات مستمرة لطمس معالم وشكل الأرض الحقيقي، فنجد الكذب والتدليس في نشرات الطقس ودرجات الحرارة، فما بالك بشكل الأرض وأسرارها المدفونة. وفي نهاية كلامنا نقول: نترك الحكم لكم.